السلام عليكم. محاضرتنا اليوم في مادة الـ OOP هي مراجعة سريعة لموضوع الميثود، هي موضوع مهم جدا راح يمر علينا كثيرا خلال هذا الكورس. الميثود هي عبارة عن مجموعة statements نستخدمها، يعني مجموعة statements نستخدمها لأداء مهمة تخدم البرنامج اللي عندنا. أكو عدة شغلات لازم نعرفها عن الميثود. اولا انه كيف اسوي لها ميثود ديكلاريشن، يعني كيف اعرف هذه الميثود حتى يقدر البرنامج يتعامل معها. ميثود كول انه كيف راح اطلع هذه الميثود اللي اني كتبتها حتى يقدر يستدعيها البرنامج. البارامترز اند ارجيومنتس اللي هي المتغيرات اللي يتعامل معها هذه الميثود، والريتيرن فاليو انه شنو القيمه اللي راح ترجع لي اياها الميثود. فنأخذ مثال بسيط إنه نتخيل الميثود عبارة عن شخص، شخص أنا قاعد أعمل وياه. فعندنا هذا الشخص اللي هو اسمه جون. فجون شو يقول؟ يقول hello I'm John. If you give me two numbers I will give you the sum. إذا جون يعرض علينا خدمة إنه إذا نعطيه two numbers راح يعطينا بالمقابل المجموع مال هاي الرقمين. وهذا شنو؟ هذا يعرف عن نفسه، نعتبره ديكلاريشن انه يعني اثبت لنا انه شنو الخدمه اللي ممكن يعطينا اياها، شنو نتوقع، شنو نتوقع من عنده، واحنا شنو نتوقع من عنده بالمقابل. اوكي، فهنا التو نمبرز هي البارامترز اللي حددها الفانكشن او حددها جون. قال انه اني استقبل منك رقمين بالمقابل السم هو الريتيرن فاليو. حتى أنا حتى أخذ هاي الخدمة من جون، جون من طرح عندي إنه طاني هاي الخدمة، شلون أنا راح أطلب من عنده؟ شو راح أسوي؟ أول شيء أقول له باسمه، أقول له جون ممكن تقدم لي هاي الخدمة؟ وأنطيه الرقمين مثل ما هو طلب، قال زودوني برقمين أنا أعطيكم إياه، فراح أزوده برقمين. شو راح يسوي هو؟ راح يعطيني المجموع مثل ما عرض علي بالبداية إنه راح يزود لي هاي الخدمة. أوكي؟ فهسا ننظر إنه شلون أني هذا المثال راح احوله الى كود بلغه الجافا. فهنا أنا عندي public class سميته اي اسم، سميته tutorial، وراح عرفت المين method مالتي. هذا هاي مخي المفروض public static void انه شلون اعرف المين method. داخل هاي المين method اول شيء راح اسوي؟ راح اكتب المسج اللي كانت عندنا اللي طرحها جون، اللي هو قال hello I'm John if you give me two numbers I'll give you the sum. اوكي، وهاي انه تنطرح الرساله للمستخدم. وراها انا عرفت رقمين اللي هن 5 و3 حسب المثال. طبعا ممكن والاصح انه هنا أنا استخدم سكانر واخذ المدخلات من المستخدم، بس انا للسهوله خليتها ثابته داخل البرنامج. وراها شو راح اسوي؟ راح اعرف متغير ثالث اللي هو السم، واستدعي جون حتى يعطيني قيمه اخدمها بهذا المتغير. اوكي، فهنا من سويت انتجر سم جون هذه انتجر سم يساوي جون. هذه جون هو لا استدعي، لا اصيحه اقول له جون اخذ الاكس والواي وانطيني المجموع مالتهم. وراها شو اسوي؟ فمن يجي البرنامج ينفذ وصل لهاي المرحله سام جون يساوي سام، كبرنامج يقول هذا منو هذا جون؟ خلي اني اروح يعني اروح اجيب منه المعلومه. راح يروح على بالتنفيذ، راح يروح على الميثود اللي انا كاتبتها. راح يجي يقول public integer جون. اوكي، اول شيء تشيك انت شنو شو تريد من عندي اكس واي. انا منطيتك اي، اوكي منطيتك شنو نوع اللي راح يرجع لي اياه؟ انتجر. اوكي، زين وراها شنو الستيتمنت؟ return x زائد y، راح ياخذ قيمة الx ياخذ قيمة الy يعوضهم بالمعادلة ويرجع لي المجموع مالتهم. وين راح يخزنه؟ بالسم. اوكي، وراها يجي عندي جملة طباعة system.out،
بس the sum is يساوي وهنا فقط قيمة السم اللي هو مين جابها؟ راح جون جمع الرقم اللي اعطيتهم اياه ورجع لي القيمة. اوكي فهسه احنا خلينا نسوي يعني في القاعدة انه شلون راح اتعامل انا مع الميثود. راح اسأل نفسي اربع اسئلة. السؤال الاول What is the name of the method؟ أني method مالتي لازم أعطيها اسم على مود declaration، لازم أعطيها اسم على مود cost، فلازم أقرر إنه أعطيها اسم. زين What parameters do I need؟ شنو هاي method شنو تحتاج حتى تعطيني اللي أني أريده؟ What would the method return؟ زين هاي method شو راح تعطيني بالمقابل؟ أوكي عرفت أنا شو راح أعطيها؟ هي لازم أعرف شو راح تعطيني بالمقابل. Where do we call it؟ إنه وين راح استدعي هاي الميثود؟ أوكي أنا كتبت الميثود وحطيتها متغيراتها، بس وين استدعيها؟ طيب مثلا الآن محتاجة ترجع لي متغير معين، فلازم استدعيها قبل ما أحتاج هذا المتغير، مثل ما شفنا السم هنا في هذا المثال، إحنا أصلا يعني استدعيناها أخذنا قيمة السم وبعدين طبعنا، إذا أستخدم هذه إذا استدعي هاي system out println the sum is plus sum، إذا أنا ما مستدعي قبل الميثود ما عندي قيمة السم ما إلها أي قيمة، فراح يطلع لي error message. هذه هنا الجملة هذه إذا صارت قبل هذه استدعيتها ما راح أحصل إلى error، يقول لي ما عندي أنا قيمة السم، مين أجيب إياها؟ شلون أطبعها؟ أنت ما أعطيتيني قيمتها. زين فبهالحالة دائما أعرف لازم وين أستدعي الميثود، قد ما مهم أعرف شو راح أحطيها متغيرات، شو راح ترجع لي، أعرف أيضاً وين أستدعيها. أوكي، هسه راح ناخذ مثال نطبع هاي الأسئلة ونجاوبها بالكود. عندي المثال مالتنا هو ميثود greets people based on the time of day. إذاً مثلا تشوف الوقت خلال النهار واعطيها اني وقت ازودها اني بوقت وراح تقول لي اما صباح الخير او مساء الخير يعني باللغه الانجليزيه good morning او good afternoon. بس شنو يعني احنا للتبسيط راح نخلي التايم راح نتعامل وياه هنا كانتجر، هو عدد التايم في ساعه او دقيقه او ثانيه يعني يصير معقد، بس نتعامل فقط انتجار فقط الساعة. فأول شيء what is the method called؟ شو راح نسمي المثل مالتنا؟ أنا اختارت كاسم greetings أو يعني تحية. ممكن واحد يسميها day، يسميها time، يعني أي شيء ممكن أنا براحتي. زين what parameters do we need؟ إحنا مثل ما قلنا المثل راح تاخذ الوقت وترجع لي تحية، إذا شنو أو تعطيني تحية. شنو اللي أريده من هذه الميثود مالتي أني؟ أريد منه شنو اللي لازم أعطيها حتى ترجع لي؟ أحطيها الوقت time. زين. What would the method return؟ الميثود في هالحالة شو راح ترجع لي؟ أنا طبعًا أقدر أختار إما ترجع لي string اللي هو good morning أو good afternoon وأني أطبعه، أو أخليها هي الميثود هي الطبعة وبهالحالة ما ترجع لي كل شيء، فأني اختاريت بهالحالة nothing. إنه فقط المثل هي تطبع ما ترجع لي متغير أنا حتى أطبع. زين what do we call it؟ does it matter؟ هنا بهالحالة أنا ما في هاي الفانكشن، إذا ما ترجع لي كل شيء فقط تقول صباح الخير مساء النور ما مهم، يعني منطقيا واحد يقول بداية البرنامج لأنه حتى ترحب بالمستخدم أول ما يدخل، بس عدا عن هذا يعني ما لها أهمية شو وقت أستدعيها. زين فهسه خلينا نشوف شو راح نكتب هذه المثل، هذا الكود مالتنا بالجافا، فطبعا هم حنعرفها public static. احنا مثل ما قلنا الفانكشن شو راح ترجع لي؟ كل شيء ما ترجع لي فقط تطبع، اذا راح يكون نوعها void، return value حتكون void. قلنا اسمها راح نسميه greetings من هاي بال هذا هنا اسمها greetings. زين ايش كنا راح نعطيها؟ التايم هعتبره انتجر فقط الساعة، إذا هذا
الرقمات اللي راح أعبرها إلى مواتير المفرد. زين هنا أنا أني أوكي أخذت التايم، أريد إلى الصبح يعني قبل 12 ظهر راح يطبع good morning، وإحنا نعمل التايم كله 24 ساعة، فإلى حقول له if time أصغر أو يساوي 12 اطبع لي good morning، else اطبع لي good afternoon. أقدر هم هنا أطور البرنامج أكثر، أقول له إذا أصغر من 12 اطبع لي good morning، إذا من 12 إلى 20 اطبع لي good afternoon، إذا من 20 إلى 24 اطبع لي good night، أو يقدر يسمي else إذا أكو يعني واحد دخل رقم خيالي لا هو يعني أكبر من 24 أقول له error message، أو مثلا بالسالب دخل لي فأقول له error message. يعني كلها هذه التفاصيل أقدر أسويها، بس إحنا هنا أخذنا كمثال بسيط فقط. أقل من 12 يطبع لي good morning، أكثر من 12 يطبع لي good afternoon، وأنهي طبعا لازم ماتي الميثود. زين هسا أنا داخل المين أقدر أستدعي هذه ال إذا سرعي هذه المثود مجرد أنه أنطي اسمها وأنطي أعطيها بارامتر اللي هو time، يعني هنا بس دخلت رقم. أقدر أستدعي هو ما يعجب داخل البرنامج لأن هي ما بيها فترة term value. زين وإذا أدخل مثلا متغير أعبر لها time لازم أكون معرفته ومطيت قيمة قبل ما أستدعيها. فهنا طلاب إن شاء الله تكون وضحت عندكم تكون وضحت عندكم كيفية كتابة الميثود. دائما اسأل نفسك هاي الأسئلة الأربعة، شو راح أسوي من الميثود؟ شنو اللي لازم أنطيها حتى تقدمي الخدمة اللي أنا أريدها من عندها؟ بالمقابل شنو أتوقع من عندها ترجع لي؟ وين راح أستدعي هذا الميثود؟ إن شاء الله تكونوا استفادتوا من هذه المحاضرة.